أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة. تحياتي للجميع. إذن أصدقائي، قبل ما نبدأ في أخبارنا لليوم، لا تنسوا المشاركة في القناة وتفعيل الجرس. عدة أخبار جديدة وحصرية هذا اليوم. تحياتي للجميع. إذن نبدأ بالخبر الأول. حركة النهضة تحذر السلطة من التخلي عن الحيادة الدولية. إذا انتقدت حركة النهضة توجه السلطة الحالية وسياساتها سواء داخليا أو خارجيا. وقالت النهضة في بيان بمناسبة الذكرى 43 لتأسيسها أن الخطوة الحثيثة التي تتخذها السلطة في إطار التراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضرب قيم الثورة توشك أن تفوض أسس الدولة التونسية والتزاماتها الداخلية والخارجية وقدرتها على تأمين استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية الموكولة لها. وحذرت حركة النهضة من أن توريط أجهزة الدولة ومؤسساتها المستقلة في الصراع السياسي. لن يكرس فقط الطبيعة الاستبدادية للسلطة، لكنه سيمثل كذلك خسارة فادحة وغير قابلة للتدارك. وعلقت حركة النهضة على الوضع في البلاد على مستوى الحقوق والحريات والوضع السياسي وغيرها. وأطلقت نداء إلى مختلف مكونات الحركة الديمقراطية من أجل التخلي على المناكفات السياسية وإعادة قراءة متطلبات المرحلة من أجل تحويل الانتخابات الرئاسية القادمة إلى فرصة لاستعادة المسار الديمقراطية. وشددت حركة النهضة على ضرورة فرض توفير الشروط الانتخابية الحرة والنزيهة متمثلة خاصة في تنقية المناخات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان حق الجميع في الترشح واستقلال القضاء واستقلال هيئة الانتخابات ورفع التضييقات على حرية الرأي والتعبير والصحافة حسب نص البيان. كما نبهت حركة النهضة إلى خطورة الانزياح عما ترسخ من ثوابة النظام السياسي التونسي منذ الثورة وعن الحياد الإيجابي على المستوى الدولي بعيدا عن سياسة المحاور التي ظهرت مؤشراتها وفقا لتعبيرها. وتعتبر النهضة أنه تغيير ثوابة الدولة التونسية من خلال فرض السلطة الأمر الواقع أو حشر البلاد في اصطفافات دولية وأقليمية يمكن أن يلحق ضرر بالوطن والمصلحة الاستراتيجية، في إشارة إلى تفضيل أو تفاصيل زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين الأسبوع الماضي. وعبرت النهضة عن استعدادها لتقييم عشرية الانتقال الديمقراطي ما بعد الثورة والقيام بمراجعة اللازمة والنقد الذاتي البناء من أجل استخلاص الدروس والعبر من الأخطاء إلى جانب بقية مكونات المشهد السياسي. هنا نحب نفتح قوس الجملة هذه فقط. قال لك النهضة، عبرت النهضة عن استعدادها لتقييم عشرية الانتقال الديمقراطي ما بعد الثورة والقيام بالمراجعات اللازمة. والله لو كانت قيموا يعني العشرية اللي أنا والأغلبية يسموها عشرية سوداء، يعني تلقوا فيها القتل، تلقوا فيها النهب، نهب المال العام، تلقوا فيها دخلتوا بحتى شيء وليتوا شيء، يعني رجعوا فلوس العباد، الاغتيالات. أول حاجة أنتم كرجعتوا بعد 11 جانفي 2011، أول حاجة خذي عملتوها هي التعويضات. لا همتكم لا في ميزانية دولة لا في الشعب، لا أول حاجة خذيتوها ملايين ملايين مليارات تعويضات، ها؟ وتو باش تعملوا مراجعات. وكان جا فالح راهم البارح، ما عملتوا حتى أدنى حكاية لتونس، راه حتى شيء ما عملتوه لتونس وحتى حاجة ما قدمتوها للبلاد. فقط أوك هزكم الغيرة أو الغيرة، ها؟ على خاطر الرئيس التونسي مشى للصين وجاب مشاريع كبيرة للبلاد فقط. ورونا انتم شنو عملتوا من 2011 لليوم. عشة ما بنيتوهاش، قنطرة ما عملتوهاش، حتى شيء ما عملتو. توا تقول عبرت النهضة عن استعدادها لتقييم عشرية الانتقال الديمقراطي ما بعد الثورة والقيام بمراجعات اللازمة والنقد الذاتي والبناء من أجل استخلاص الدروس والعبر من الأخطاء إلى جانب بقية مكونات المشهد السياسي. أنا كي نقرأ جملة هكا وإلا يسمحها المشاهد هكا بصراحة يقعد بيت يقول لك سامحوني في الكلمة، ملا صحة رقعة، ملا صحة رقعة. كمل لكم
وتحيي النهضة ذكرى تأسيسها وأغلب قياداتها التاريخيين في السجن بسبب ملحقات قضائية في قضايا مختلفة على غرار رئيسها راشد الغنوشي وأمينها العام السابق علي العريض والحالي منظر الونيسي ورئيس مجلس الشوري عبد الكريم الهاروني والقيادي نور الدين البحيري وغيرهم كثيرون من النواب والوزراء السابقين. هذا موضوع النهضة وخبر النهضة خليوه أكوتي ونتعداو للخبر الموالي. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار يؤكد استعداده لمواصلة دعم تونس. شوفوا الموضوع هذا بأكثر تفاصيل. قالت رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بتونس نديرة منصروفة أن المؤسسة مستعدة لمواصلة دعم تونس في برنامجها في برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية الوطنية. وأفادت خلال لقاء جمعها بكاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيد أنه من بين مجالات الدعم برامج دعم القطاع الخاص لسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساعدها على تعزيز استخداماتها وقدرتها التنافسية. قبل ما نكملوا في أخبارنا هذا المدة هذه الكليكة قاعدين نعملوا في أحصائيات كبيرة واسعة وشاملة من سينتخب الرئيس قيس سعيد لمدة 5 سنوات أخرى ومن سيدعمه للانتخابات الرئاسية القادمة. ما عليه كان يعمل لايك للفيديو ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويكتب شكرا أحسنت أو شكرا واصل أكاكا تدخل معنا في التصويت إنك باش تصوت على الرئيس التونسي قيس سعيد. نعمله في إحصائيات لا أكثر فقط باش نشوفه. أكيد التونس الكل مش التونس الكل من عممش لأنه نحترم القلة القليلة أو الأغلبية راه يعني فما عباد ما تحبش تنتخب قيس سعيد هما أحرار ولكن الأغلبية ستنتخب قيس سعيد. نكمل لكم. ووفقا للبلاغ الصادر عن الوزارة كان اللقاء مناسبة تم خلالها تدارس برامج التعاون المالي والفني ذات العلاقة بدعم المؤسسات الصغرى المتوسطة لسيما برنامج انصدر. إذن كما تطرق الجانبان إلى سبل مزيد تدعيم هذا التعاون وتنويعه في هذا الاتجاه بما يعزز قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة لاندماج بفاعلية أكبر في سلاسل القيمة العالمية. وتثمن كاتب الدولة في هذا الإطار جهود البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ودعمها من خلال وضع برامج وآليات موجهة لمساندة القطاع الخاص في تونس لسيما منها برنامج التصدير الذي يهدف إلى مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحسين قدرتها على التصدير سواء نحو الأسواق التقليدية أو الولوج إلى أسواق جديدة داعية إلى مزيد التنسيق بين الأطراف المعنية كافة. نمر للخبر الموالي. توقيع اتفاقية تعاون بين تونس وكوريا الجنوبية في مجال تكنولوجيات المعلومات. إذن أفادت وزارة تكنولوجيات الاتصال أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم وتكنولوجيات الاتصال الكورية الجنوبية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ووفقا للوزارة ترمي الاتفاقية إلى دعم التحول الرقمي وتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية عبر تركيز تطبيقات رقمية في مختلف المجالات الصحة الرقمية النقل الذكي التعليم باعتماد التكنولوجيات الحديثة وغيرها. لافتة إلى أن كوريا تحتل المرتبة الثالثة عالميا في مجال الحوكمة الإلكترونية واعتماد التكنولوجيات الحديثة. وأوضحت الوزارة أن المذكرات ستساهم أيضا في تعزيز التعاون لتدعيم شبكات الانترنت عالية التدفق وتوفير الخدمات الجيل الخامس جيسانكا مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية تعد من الدول الرائدة في تركيز خدمات الجيل الخامس من الاتصالات الجوالة من حيث التغطية والجودة. وأضافت أنه سيتم كذلك بمقتضى المذكرة تبادل الخبرات وتدعيم استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال الرقمي بما في ذلك الحوسبة الحسابية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وأنظمة الذكاء الاصطناعي. إذن أصدقائي الأعزاء هكذا نصل لختيمة لقائنا لليوم وختيمة أخبارنا اليوم. ما تنسوش تشوفوا هذه الفيديوهات الموجودة على الشاشة
تشوفوها، هذه فيديو يعني اخبار ممكن فاتت البعض، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس بجميع يوصلكم جديد الاخبار. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء.